الفرنسوية شو طلعوا دي بغداد؟ نحن اللبنانية ما منشاري على الأسعار. Ils demandent c'est de vivre de leur travail, c'est tout. Les gens ils veulent une amélioration de leurs conditions sociales. الفرنسوية شو طلعوا دي بغداد؟ نحن اللبنانية ما منشاري على الأسعار. قالوا شوية ضريبة عادية ولو سباس كتير وطيو من عيني كنت مفكروني كلاس. ديكاج سين فام عرب كي تبارل ديكاج مسيو ماكرو. اسمع يا ماكرو ديميسيون انا نقول لك ديميسيون سينو جرامي كل موت تو روتيسكي ما بيني صالون فارما. يونا دينا الاستقلال